في بيتنا طفل ليلي. دي مشكلة بيعاني منها كتير من البيوت، خصوصا في أجازة الصيف. الأطفال والمراهقين يومهم بيتقلب نوم طول النهار وسهر طول الليل من غير ما يحصل حاجة حقيقية أو استفادة أو استخدام وقت، والولاد يومهم بيتشقلب وأكلهم بيتشقلب وأعصابهم بتتشقلب هما كمان. اليوم بيتقلب خالص ومبيبقاش فيه يوم طبيعي كده فيه بركة زي ما احنا متعودين. مشكلة أكيد بيعاني منها كل بيت في مصر، يعني أي بيت بيلاقي مثلا مع بداية أجازة الصيف الولاد يفضلوا طول الليل سهرانين على أجهزة الموبايل، بيتفرجوا على التلفزيون، على أفلام، على غيره، فزي ما منا بتقول اليوم كله بيتقلب بعد كده. الأخطر إن الطفل بيكون من غير رقابة، من غير رقابة أبوية، ممكن يتعرض لبعض المحتوى عبر الإنترنت أو غيره غير مناسب عبر الموبايل. إزاي أتفادى ده؟ إزاي أحاول أظبط ساعة النوم الخاصة بولادي؟ دايما بيتحججوا كده الولاد إن إحنا في أجازة فبراحتنا، نصحى مطرح بقى، نصحى وقت ما نعوز وننام وقت ما نعوز. هنعرف أكتر مع دكتورة رنا هاني أخصائي الصحة النفسية اللي منورانا ومشرفانا. صباح الخير يا مصر، أهلا بيك يا دكتورة رنا. صباح الخير، أهلا بحضرتك. إيه قصة الطفل الليلي دي؟ فعلا مشكلة يعني آباء كتير وأمهات كتير بيعانوا منها مع ولادهم. مع بداية الصيف اليوم بيتقلب والولاد بيسهروا طول الليل. القصة. طيب، هو احنا بنبقى طالعين من الامتحانات كلنا عندنا ايه كبت، عايزين بقى نعيش جو الاجازه والصيف، وعايزين اي اثبات ان احنا ما بقيناش ملتزمين. فاول حاجه بتهدينا كده وبتبسطنا ان احنا كل القواعد وكل المواعيد والروتين ده ايه نكسره عشان نتبسط. هو مفيش مشكله فيها متعه الواحد يكسر الحاجات دي حقيقه والله. واحنا صغيرين، واحنا دلوقتي في الاجازه لما بيبقى مش عندنا شغل او كده كلنا مش عايزين ننام والله. ما بنسهرش ولا بننام والله، بننام يا اولاد الاجازه بننام. مفيش اجمل من النوم دلوقتي. انا مش كده والله. فالولاد بتبقى عايزه تكسر كل القواعد، تكسر كل الروتين، وده مفيش مشكله. المهم ان احنا نبقى دايما في وسط، دايما في فريم، في اطار كبير بنتحرك جواه، في بعض المرونه وبعض تغيير للقواعد. ولكن الغلط هنا ايه؟ ان احنا بيبقى صعبان علينا الولاد او حاسين ان احنا مش عايزين نضايقهم، فبنسيب الموضوع مفتوح قوي. فاللي يحصل ان هم يبداوا يسهروا الاول ساعتين وبعدين ثلاث ساعات وبعدين الفجر، وبعدين فجاه بنوصل ان اليوم بيتقلب. الاطفال تنام الساعه 9 الصبح مثلا وتصحى 4 5 العصر، ونبقاش عارفين بقى ايه، لا نعمل اي نشاطات ولا خلاص. هو اليوم بقى عباره عن بالليل، واليوم ده اللي احنا مش موجودين فيه، ما احنا مش اجازه، احنا شغل وفي حياه للاب والام عادي جدا. فاللي بيحصل ان احنا ما بنشوفش الاولاد، ما بقاش متابعينهم، مش عارفين ايه اللي بيحصل في يومهم بالليل واحنا نايمين، ومش عارفين نظبط اليوم، ما احنا فتحناها من غير اي قواعد، فبتكمل الاجازه بالطريقه دي. طيب، السهر اللي عند الولاد ده بيختلف اسبابه في كل فئه عمريه؟ يعني الاطفال بيبقوا عايزين يثبتوا انهم كبار فعاملين يسهروا، والكبار اكتر شويه بيبقوا عايزين يبعدوا عن وجع القلب والتوجيه بتاع الاهالي، ومش عايزين حد يقول له سيب الموبايل، سيب البلاي ستيشن، بتكلمي مين، بتكلم مين، ويدخلوا بقى في قصص وجع القلب بتاع الاهالي. اقول لك على بتختلف جدا. واقول لك بقى على معلومه كتير من الاهالي ما يعرفوهاش، وبيفتكروا ان ده بسبب ان الولد كبر او البنت كبرت وعايزين يتمردوا. بدايه من سن المراهقه الساعه البيولوجيه للجسم الطفل بتتغير. يعني من سمات المراهقه لما بنيجي كده ندرس عن المراهقين، لا هم بيحبوا يومهم غصب عنهم، هم مش رغبه منهم، غصب عنهم يومهم بيتقلب، طبيعه النوم بتتغير، عدد ساعات النوم بتختلف، تلاقيهم نايمين على نفسهم طول اليوم الصبح وعايزين يسهروا بالليل، لان ده مع تغيير الهرمونز الساعه البيولوجيه بتتغير. ففي المراهقين هم عندهم عذر جزء صغير من بسبب تغيير الهرمونات واللخبطه اللي بيعدوا بيها، مع طبعا اختلاف شخصيتهم والرغبه بقى في ان انا بعمل حاجه دايما بدور على فين قواعد البيت ده يلا نكسرها. ده في فتره المراهقه. الصغيرين بيبقى سهل شويه ان احنا نساعدهم ان هم ينظموا يومهم، لكن في الاخر الاثنين سواء اطفال او مراهقين هم محتاجين روتين ومحتاجين قواعد يمشوا عليها. احنا بنبقى عايزين نرضي ولادنا ونبسطهم، فلما بنسيب القواعد مفتوحة ده بيلخبط الطفل. القواعد معناها أمان، مش خنقة للطفل، لكن زي ما قلت إيه، مع بعض المرور. طب أهمية القواعد، يعني عايزين يعني بشكل علمي كده وصحيا كمان، المفروض ولادي
بلاش الحاله المثاليه، مفيش حاله مثاليه ان هم لازم يناموا 10 ساعات والساعه 9 و10 يبقوا في السرير، ده ما بيحصلش خالص. لكن هو صحيا وعلميا المفروض قد ايه الوقت اللي المفروض يناموا سواء الطفل او المراهق، وده بينعكس ازاي على حالته النفسيه وعلى نشاطه، لانه قله النوم دي بتاثر بشكل كبير جدا على نشاط الاولاد. صح، هي قله النوم كمان مش بس نشاط الاولاد، على المود بتاعهم. صحيح. يعني بتلاقي الاطفال، في اطفال كتير بتبقى عصبيه طول اليوم، طب ما انت يا ابني لسه صاحي من النوم، يعني صاحي مقريف ليه ومتعصب ليه وغضبان على طول ليه؟ لان هو اصلا وقت يعني من الساعة 10 يعني وقت نوم بالليل ده هو ده اللي بيدخل في الديب سليب أو في حالة الجسم بيقدر يسترخي كويس، يقدر ياخد دورته من النوم وفايدته من النوم. المفروض بقى إيه بقى الدورة دي وبتتعمل إيه؟ يعني هو مفروض إن هو مينيمم 8 ساعات النوم بتاعة الطفل. وكمان في معلومة كتير من الأهالي ما يعرفوهاش، إن الجروث هرمون أو هرمون النمو هو بالليل. بيشتغل بالليل، ده الوقت المثالي إن الطفل يطول ويكبر. يعني حتى لما بنتكلم مع دكاترة الغدد ودكاترة الأطفال علشان الطفل يكبر بصحة سليمة، مش كفاية الأكل والرياضة، لا، هو مواعيد النوم وينام بدري عشان هرمون النمو يتم إفرازه بشكل صحي. فأنا الثمان ساعات بتوعي دول لو خدتهم من الساعة 6 الصبح للساعة للعصر مثلا، هو كده الطفل ما استفادش بحاجه. يعني مفيش هرمون النمو ما هو بيتم افرازه، يعني هو ده الوقت بتاع الجسم، السايكل بتاعه الجسم بتشتغل بطريقه مظبوطه، دي فطره خلق الله في اجسامنا. فانا كده بظلم طفلي، يعني علشان اديله متعه وقتيه فانا بظلمه وبسحب منه امتيازات تانية هو يعني ربنا خلقها فينا، ان احنا يعني هنستفيد من النوم بالطريقه دي. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ يعني بدل 10 زي ما حضرتك قلت، ايه، مش هينام 10 في الاجازه، فاتفق معاه هتنام 12 مثلا، اخرنا كام 12، اخرنا كام واحده، ولما نتفق برضا الطفل بالذات المراهق لازم نبقى قاعدين كده، قاعدين قاعده فيها بنسمع اراء بس منا مش عارفه منا بتعاني. ايوه، مش عايزه اسمع راي حد النهارده، مش هتكلم. أيوة. والله كلنا بنعاني مع اولادنا. طبعا هو مرحله المراهقه دي يعني بجد اصعب مرحله في حياه البني ادم. وبعدين حتى في النقاش معاهم تلاقي صوتهم بدا يعلى وما بيسمعش الكلام في الاخر، تبقى عندك ثبات انفعالي وتحاول تهدى وهم بيعلوا. فاحنا محتاجين ناخد رايهم ونتكلم في حدود، وفي نفس الوقت لما نتفق على اتفاقات ما اقولوش ادخل نام بقى الساعه 11 ولا 12 ما عشان ينام واحده لازم ابتدي اقول نام من الساعه 8 ونص بالليل، 3 4 ساعات قبليها بس لازم مود البيت كله يبقى واحد، ما بقاش انا، ما انا كبيره انا براحتي، انا لا عندي هرمون نمو ولا عندي شغل بكره ولا عندي معرفش ايه، انت عندك مفروض حاجه تعمل. لا، احنا مفروض البيت كله سيستم واحد ماشي على الكل، ما نبقاش احنا ماسكين الموبايلات وسهرانين عليها. ما هما بيشوف باباه ومامته كده طبعا، وانا قاعده على السرير سهرانه للساعه 2 و3 الفجر ماسكه الموبايل وعماله ازعق بقالي 3 ساعات انتوا ما بتناموش ومفيش موبايلات قبل النوم. طب لو انتوا الاول يعني هو طبيعي هيعملوا اللي احنا. بصي يا دكتور، هو ده مش فير برضو يعني ده ظلم يعني. لا والله، يعني ربنا بيحب الحق، يعني ده مش فير، لانه طول الوقت انت بتعملي حاجات تانية خاصه بالبيت وخاصه بالاسره وخاصه بالولاد، فلازم يبقى عندك مي تايم او يبقى عندك وقت مخصص ليكي. وانا مش هقدر اسيب تمارين، مش انا كمان يعني اي حد في حضراتكم يعني هيسيب التمرين ولا هيسيب الشغل ولا هيسيب ايا كان اللي بيعمله خاص بالبيت ويخصص الوقت اللي هو المخصص له انه يسترخي في نص زحمه اليوم. فطبيعي انه قبل النوم هو ده الوقت اللي هبتدي ارد فيه على مسجاتي وهبتدي اشوف ايه اللي حصل في اليوم، ده طبيعي. طيب هو المي تايم، لو هنتكلم عن المي تايم، فهو المي تايم المفروض يبقى من غير سكرين. شفتي المفاجاه بقى؟ من غير موبايل. لا، المي تايم انا عايزه ابقى امون، ما اقدرش اخد الصوره عايزه سكرين ولا غير. ما هو بصي، احنا ساعات بنبقى بنعمل حاجات بحكم ان انا ايه، انا بفضي دماغي وبرتاح وده حقي وانا كبيره وبتاع، بالعكس انا بوتر نفسي وبتعب نفسي وبدخل اخبار لدماغي. صحيح. والمي تايم الربع ساعه اللي المفروض اخدها او النص ساعه بتسحب لساعه. ما انا برده علشان اطلب، دايما اقول حاجه، لما عايزين نطلب من الولاد حاجه يغيروها اسال نفسي هل انا قادر على تغيير ده، سواء بقى عصبيه سواء ماسك موبايل سواء نوم، انا قادر عليه ولحد اي مدى انا قادر عليه، وبعدين ابدا اشتغل عليه مع الولاد. تمام. بنشوف ساعات في بعض البيوت كده عشان انيم ولادي بدري ادخل اسحب منهم الموبايلز، اسحب البلاي ستيشن، اسحب التابس، اي حاجه، اي اجهزه ممكن يقعدوا عليها. شايف الاجراء ده ازاي؟ وامتى اتصرف بالشكل ده مع ولادي ان هم ما بيسمعوش الكلام، بيناموا براحتهم، بيسهروا طول الليل،
التصرف ده اللي هو التدخل المباشر اللي فيه سحب لكل الأجهزة منهم. هو في شعرة بسيطة جدا بتفصل ما بين إن أنا بعاقب، فالعقاب ده هيخلي الطفل يتمرد ويفضل يدور ويحاول يعمل كل حاجة من ورايا، وما بين إن أنا ببقى مدية للطفل ومتفقة معاه على عواقب منطقية، هو عارف إن لما يحصل كذا ده هيحصل. إزاي؟ إحنا اتفقنا على وقت للموبايل أو وقت للبلاي ستيشن، أخرنا مثلا الساعة 8. قبل ما الساعة 8 تيجي بنص ساعة مثلا هفكر الطفل وأسأله انت محتاج اساعدك ازاي علشان 8 بالظبط تيجي فتسيب البلاي ستيشن. هنظبط الارم، هقوم انا اندهلك، هتحط لي هنا البتاع اللي بيلعبوا بيه ده على الجويستيك هتحطه هنا، ايه الحل المناسب بالنسبه لك ده، واحنا بنتفق على روتين اليوم. طب لو ده ما تنفذش، جت الساعه 8 وبدا بقى يهيص ولا طب والله طب ربع ساعه طب نص ده ظلم، تاخد ساعتين طبعا ساعتين طب ده ظلم ده مش عارفه ايه. اهم حاجه ما ارجعش في كلامي، الولاد اذكياء جدا، رجعنا في كلامنا مره هتكرر 10. ما هو ماما بقى ايه بنصعب عليها، بتيجي مره بالمحايله مره بالعياط مره بالزعيق، فالست دي مفيش حنيه والكلام ده خالص. ما هو بمنتهى البساطه انا ابقى يعني متفاعله مع شعوره، انا عارفه ان انت عايز تلعب بلاي ستيشن، وريني كده الماتش ما خلصش، انا عارفه ان انت كان نفسك يعني ثبات انفعالي، معلش يا بنت انا هحاول على قد ما اقدر، انا عارفه ان انت كان نفسك تخلص الماتش ده، بس متاكده ان بكره هتقدر تظبط وقت الماتش اللي بتلعبه على وقت البلاي ستيشن بتاعك. هتديني الجويستيك ولا هاخدها انا؟ هتقدر انت تكنترول وتقفل ولا اتدخل انا؟ ما سمعش الكلام وتخانق وكذا، نبقى متفقين قبلها ان اي وقت زياده هيتسحب من اليوم اللي بعده. انت ليك ساعتين مثلا ولا ساعه، فانت قعدت خدت الساعه زياده، بكره للاسف والله ما فيش يا حبيبي كان على عيني. واستحمل انا بقى كأم الزن والالحاح علشان الطفل يعرف ان الوقت اللي انا اتفقت عليه وان انا ورضيت يعني احنا الاثنين ارتضينا ان ده الرولز، يبقى ما فيش فيها رجوع، وانا المتحكم في الوقت بتاعي، ما فيش جلاد كده او سجان واقف فوق دماغي. جميل. طيب دكتوره حضرتك دلوقتي قلتي شويه حاجات ملهاش علاقه بس بالطفل الليلي، اعتقد انك حطيتي رولز للبيت كله او اسلوب الحياه كله هيبقى ماشي ازاي. النفس اطول بقى هو اللي بيكسب. يعني القادر على البقاء هو اللي بيكسب، اللي عنده ثبات انفعالي اكتر بقاء الاقوى ده. ايوه بالظبط. والله انا دايما بقول وانا بفكر نفسي، انا ابني عنده 12 سنه على فكره، انت اكيد متخيله يعني الوضع عامل ازاي. ابني برضه عنده 12 سنه. ايوه يا سيدي الناس اللذيذ يعني. بفكر نفسي بالفيجن البعيده، انا عايزه ايه؟ طب ما انا اوقات كتير ببقى في الشغل ومش في البيت، هل انا عايزاه يعمل كل اللي نفسه فيه من ورايا علشان انا مجرد حد مخيف وقاعد بيتابع القواعد بس، ولا عايزاه يبقى هو عنده سيلف ديسيبلين او مراقبه ذاتيه لنفسه، عارف ان هو عارفين ضميره صاحي بمعنى اصح، لان هو بعد شويه هيخرج للعالم يعني ايه مفيش رقيب غير نفسه وربنا عليه. فاحنا نعودهم بالوقت كده، انا مش براقبك لكن انت عندك حرية الاختيار ودايما اختياراتك ليها عواقب، بس مهم ان انا ابقى دايما متعاطف، ما بقاش في وشه كده دايما ما انت لو سمعت كلام مامتك، ما انت لو بتسمعني ما كانش زمان ده بقى حالك، ما انت لو محترم، عارفين طريقة الكلام اللي بتنفر الولاد دي. لازم ابقى متعاطفة مع مشاعره ومتعاطفة مع اللي نفسه فيه، وبعدين ارجع ايه افكره بالقواعد. يا رب نعرف نعمل ده ويدينا كده شويه ثبات انفعالي مع اولادنا عشان نتعامل معاهم ويهديهم علينا. بالظبط. لكن كلام مهم جدا يا منى ودكتوره رنا، فكره فعلا الطفل الليلي او ان احنا نقلب اليوم ده بيبقى ليها يعني اثار صعبه جدا نفسيا وعلى نشاط اطفالنا. بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دكتوره رنا هاني اخصائي الصحه النفسيه والتربيه الايجابيه. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معانا.